الصلاة في حج إسماعيل وإن كانت جائزة، هل يشترط لها التوجه إلى الكعبة أم لا؟ يسأل عن هل تجوز الصلاة في حج إسماعيل وإذا كانت جائزة فهل يتوجه إلى الكعبة أم لا؟ أولا أخبرك بأن هذا ليس حجر إسماعيل، ولا يعرف إسماعيل عنه شيء، وإنما هذا المحجر كان من فعل قريش، فإن قريشا لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها قلت عليهم النفقة، فلم يجدوا نفقة يكملونها على قواعد إبراهيم، فإن قريشا لما أرادوا بناءها قصرت بهم النفقة فلم يجدوا ما ينفقون عليها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن يقتصروا على جانب منها، فرأوا أن الجانب الذي فيه الحجر هو الذي يبقى على ما هو عليه والجانب المقابل هو الذي يؤخذ منه، ففعلوا ذلك. ولهذا قال العلماء إن حوالي 6.5 أذرع تقريبا من الحجر هو من الكعبة، وبناء على ذلك تجوز الصلاة فيه إذا كانت نافلة، ويتجه إما إلى الكعبة وإما إلى الجدار من الحجر الموازي لحد الكعبة، بمعنى الجدار الذي يكون في الجزء الذي من الكعبة، هذا إذا كانت نافلة. وإن كانت فريضة ففيها خلاف، والصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى نافلة في الكعبة، وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل. نعم.